اوكي. تاني حاجه هنتكلم عليها النهارده اللي هي سيلفري جلاند. سيلفري جلاند طبعا اهم واحده عندي اللي هي الباروتيد. لما يجينا عيان في الليفه بتاعت الباروتيد كلنا بنزح لها على ايه على جنبينا تقول له ايه روح للدكتور فلان روح مش عارف ايه عشان يعني صعب قوي قوي. مع انها من اسهل الحاجات اللي عندنا. المشكله بتاعتي في ايه؟ هي فين؟ عايز اجيب السيلفري جلاند. من الاكل بتاعي السيلفري جلاند بتاعتي ورا مين دي؟ مسيطر ورا المسيطر. يبقى الحاله الاولانيه انا عايز اعمل ايه؟ اجيب المسيطر. احنا في شغل السونار دائما بحط لنفسي لاند مارك اشتغل عليه. لو حضرتك حطيت البروب كده عايز تجيب الباروتيد هتتوه. انا مش عايز اتوه بحط دايما نفسي دايما وانا شغال عندي علامات لاند مارك. لاند مارك اللي انا حاططها عندي اللي هي هنا الايه؟ الماستوليك سوري الايه؟ المسيطر. ده اللي تحت ده مين ده؟ العظم. ادي المندبل قاعد فوقه مصر. يبقى حضرتك هتحط بروب بارلل للاكسس بتاع المندبل يعني هنا بنسميها ال اس مع المندبل. تمام؟ بحط بروب ال اس على المسيتر سهله جدا هتكون انت ماشي مع المندبل كده هيبان معاك المسيتر. هي دي مسيتر ولا لا؟ ولا حاجه خالص كل العيان يجز على اسنانه. فتخلي العيان يجز شايفين حصل ايه؟ كبرت. عضله راحت كبيره انا اتاكدت كده ان انا جوه المكان الصح. بعد كده هتعمل ايه؟ كل مطلوب من حضرتك بعد هذه المرحله انك تزق ايدك لورا شويه. ناحيه الايد اللي ورا المسيتر بعد ما دي تخلص هو الجلاند. سهله؟ يبقى المطلوب مني فقط ان انا اطلع بايدي لورا شويه. يبقى مجرد ما حركت لورا شويه هتروح طالع عالي على طول الجلاند قدامي. يبقى انا واقف على المسيتر اتحرك لورا شويه اطلع لورا راح تبين الجلاند. ماشي لحد كده؟ يبقى بدايه اجيب المسيتر احط بروب على المندبل ان شاء الله قدام هنا ما عنديش مشاكل. اطلع لغايه المصل اما بشويه شويه هتعرف ان المصل لو مش عارف خلي عيني جز على اسنانك. هتكبر تتاكد ان انت عند المسيطر. روح زق ايدي كمان لورا كمان سنه. كمان سنه التيشو اللي باين الهوموجينس دوت ده البروت الجلاند. اول حاجه عايز اعرفها السايز. هو دي كبيره ولا لا؟ معظم التيكت مش كاتبه سايز. معتمدين على ان انت وانت بتشتغل هتكون كبيره ولا لا. عشان مره ثانيه ما اقعدش اغلط واقول كبيره ومش كبيره تقريبا الباروتيد مش اعلى من المسيتر. يعني الاثنين تقريبا في نفس العيوب. لان الباروتيد لو كبرت عن المسيتر هتطلع لبره تديني العيان اللي بيجي لي بيقول الاثنين كده في الجنب. تمام؟ يبقى حضرتك وانت شغال لو لقينا الاثنين في نفس العيوب كده يبقى بتكلمني على ان الجلاند دي وزن نورمال. لو لقيتها الجلاند مثلا حاجه بسيطه واحد الجلاند طالعه لي كده عامله هامبل بره بقى تتكلم ان الجلاند دي كبيره. جلاند عايزه تبقى هوموجينس غير مسموح ان الاقي فيها نيديولز. لكن الباروتيد الاكسبشن الوحيد هو مسموح ان الاقي جواها الليمف نودز. الباروتيد جلاند معروف ان جواها الليمف نود موجوده. ننطبق على الليمف نود اللي جواها ما ننطبق على الليمف نود اللي هنتكلم عليها كمان شويه. من حيث الباتن ان نون سبيسيفيك ولا سبيسيفيك ولا فيها مشكله ولا فيهاش مشكله. يبقى وانا باصص هنا الايه الجزء بتاعي بتاع المندول بتاعي خلص ادي المسيتر بتاعتي ادي الجلاند. طيب الجلاند دي كبيره ولا مش كبيره؟ قول لي فين اخر المسيتر؟ اقول لك اخر المسيتر اهي. اعلى من المسيتر؟ اه كبيره. كلمه ونص على طول. تمام؟ يبقى حضرتك وانت شغال بص على المسيطة بتاعتي واما اخبارنا ايه؟ طلعنا بره. طلعنا بره بقت كبيره. هوموجينس ولا هيتروجينس؟ هوموجينس. الجلاند الكبيره اللي هي الديفيوز دي اللي هي الجلاند الديفيوز اللارج ايه ادنانتس عاديه خالص، عيان بيجي لك وارم او بعد سهال ادنانتس لسه كبيره موجوده. لسه لها اي قيمه خالص. المهم عندي مره ثانيه اللي ما فيهاش نديول. لو لقيت فيها نديول هبدا افكر هي بناين ولا مالجنت. حسب ادور على ايه؟ ادور على مره ثانيه زي بتاع الجراحه ما بيشتغل، عايز اعرف كم واحده، عايز اعرف مكانهم، النيتشر بتاعتهم، سوليد سيستك. اهم حاجه عندي بليمورفيك ادينوما. اهم حاجه بلاقيها بفكر فيها على طول اللي هي بليمورفيك ادينوما. الوركنز تيومر رقم اثنين، حاجات ثانيه بقى لايبوما شوانوما مش عارف ايه ممكن، لكن اكثر حاجتين طبعا هم البليمورفيك ادينوما والوركنز تيومر. ايه راينا؟ بناين ولا مالجنت؟ عشان اقول ان البناين ولا مالجنت حضراتكم مره ثانيه انا عايز يبقى ليشن هايبو سموث اوت لاين مسموح ليا في الباروتيد للمره الثانيه انا اول سماح كان عندي ان الاقي فيها الليمف نود ثاني حاجه مسموح ليا ان الاقي الليشن اللي جواها البناين لوبيوليتد يعني ممكن ما الاقوش سموث اوي كده ممكن الاقيه طالع عامل لوبيوليتد كده لبره
لو لوبيوليتد وز نورمال برضه بناين. مش بتكلم على اختريكس، بتكلم على سموث لوبيوليشن موجود. تمام؟ مرة تانية لو لقينا فيها فاسكولاريتي تبقى بره. الأهم من كده في مرات الجلاند إن حضرتك تبص لي على الديب باشيا، هو الديب باشيا لسه موجودة ولا راحت؟ لو راحت الديب باشيا معناها إنها بقت فيكسد للسكين. فيكسد للسكين ده معناها إنها مالجنت. أوكي؟ بوليمورفيك أدينوما الموست كومن تيجي في الفيميل، هوموجينس طبعا لازم هوموجينس لأنها لو هيتروجينس بقت إيه؟ مش بنايت. هايبو كور ويل ديفايند والفاسكولاريتي بتاعتها بتبقى إيه؟ براها. ايه رأينا؟ بناين ولا مالجنت؟ بناين هايبوكوك لوبيوليتد، هوريكم حالا دلوقتي شكل الايه؟ المالجنت. تمام؟ الديب باشيا مزقوق ومكمل ما اتاكلش. تمام؟ مرة ثانية كبرناها ايه؟ الديب باشيا بتاعتي طالعة عليها ومكملة ما اتاكلتش. لوبيوليتد ده لوبيوليشن او ده لوبيوليشن. بريفرال فاسكولارتي راوندد لوبيوليشن صغير هايبو كل ده مع بناين. وارتنز تيومر تقريبا عكسها، الاولانيه بليوفيك كانت في الفيميل هنا الميل. تاني حاجه هناك كانت سوليد هنا بتبقى سيستم. سبتيتد هايبو اوكوك ويل ديفايند وغالبا بايلاترال وممكن طبعا الاقي الباسكولات بتاعتها بره. اول ما تلاقي المنظر ده في البروتيد على طول اللي هي مالتي نوكلر كده او سبتيتد فكر على طول في وارتنز تيومر. اوكي؟ بص الناحيه الثانيه لا يكون في حاجه موجوده الناحيه الثانيه. على طول فيها سبتيشن كده جوه وفلويد وكلام من ده، على طول بتكلم على وورتنز. سيست وراء انهانسمنت ما عنديش اي مشكله، كونتنت كلير طالما نفس الكريتيريا بتاعت اي سيست بشتغل عليه. مره ثانيه سيست. طبعا لو بتكلم على الكريتيريا بتاعت مالجنت هنعكس كل الكلام الموجود اللي فات. بدل ما هي ويل ديفايند تبقى ايل ديفايند. بدل ما هي هوموجينس تبقى كتروجينس. العكس كله. تمام؟ واخدة السبكوتينيوس تيشو ودي أخطر حاجة موجودة وألاقي معاها مالجنت لينف نودز. ده لوبيوليشن ولا لأ؟ طبعا ده لأ. تمام؟ مرة تانية هناك اللوبيوليشن حاجة كده طالعة عاملة اللوبيوليشن كده أوت لاين. ده مش لوبيوليشن. ده طالعة هنا وواكلة هنا. الأهم من كده هو في السكن. ده سبكوتينيوس تيشو. إحنا أكلنا السبكوتينيوس تيشو كله ولزقنا في السكن. هذه كريتيريا بتاعت مالجنت. اولا طبعا انها هيتروجينس، اولا انها الديفاين ما بقاش لوبيوليتد بقت ريجولر، وان ليها وصل لغايه السكن، ده كل ده مع المالجنس. هو فين السكن؟ السكن هنا. ده انا لازق فيه، ده يكاد يكون عندي ساينس او حاجه فاتحه على السكن. بتكلم مره ثانيه على طول على مالجنس. ده مش لوبيوليشن. ده ما بقاش لوبيوليشن، مش السموث لوبيوليشن اللي بنتكلم عليه. ده على طول ده مع مالجنس. قربنا جدا من السكن فوق، الديب فاشيا هنا، الديب فاشيا هنا. ليجن بشر سود بشر سيستك لكنه تحت السكين. تحت السكين مره ثانيه انا وصلت اكلت الديب فاشيا بقى فيكسد بقى مالجنت. احد الكراتيريا في الكلينيكال وهو بيشتغل يبقى من كده يشوف الليجن لو لا فيكسد السكين يقول لك ده مالجنت. ليه؟ لانه اكل الديب فاشيا ولزق الاثنين في بعض بيديني المنظر اللي عندي ده. ليجن هيتروجينس في اريا بريك داون في النص تحت السكين. تحت السكين بقينا مالجنت. يبقى على طول اول ما الاقي المنظر ده بتكلم على مالجنت ميليو. ايه راينا؟ تحت السكن طلع منه حاجات كده، ده مش لوبيوليشن، ده مش راوندد. ده انا جاي هنا وطلعت لهنا ورجعت هنا مش عارف هو فين، ما فيش في الديفايند خالص. يبقى انا المنظر بتاعي مره ثانيه بتكلم على مالجنت ايه؟ بروتيد او سليبري جلاند نيو. مره ثانيه مالجنت. ده مش المنظر الراوندد الهايبو كويك الهوموجينس، المنظر ده مش موجود خالص. اخر حاجه بالنسبه لنا اللي هي حاجه اسمها جوردن سندروم. يعني ايه جوكر سندروم؟ العيان اللي جاي بدراي ماوس ودراي اي. تمام؟ لو افتكرنا الباثولوجي بتاعها كان ايه؟ هلاقي ان العيان بيبقى عنده السلايفا قاعده في الاسينايد. الاسينايد بتبقى دايليتد. لما ابص عليها الاسينايد دي هتعمل لي حاجات كلودي. يبقى الاقي حاجات كده فيها سيستات كده صغيره جوه الجلاند. الجلاند اللي كنت متوقع ان الاقيها هوموجينس ابيض خالص بصيت لقيت جواها حاجات سيستات. فممكن يكونوا فيسل سهله جدا احط عليها كلر. يعني المنظر ده يمكن يكونوا فيسل ولا حاجه احط عليها كلر الاقي ان الكلر براها. يبقى اللي انا في منظر اللي انا شايفه ده بتاع ايه؟ ده بتاع الاسيناي اللي مالينا سلايفا. الفيسلز براي مع الهيستوري بتاعت عيال الدراي ماوس على طول بشخص منها جوجرن سندروم. تمام؟ كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن يعني هتلاقيها في مديول
يعني ايه قاعده لوحدها؟ قاعده لوحدها تساوي نوديول او كالسيفيكيشن او ستون في الضغط. يجي لك العيان يقول لك ان هو لما بياكل خده بلورا. السلايف عايزه تنزل مش لاقي حاجه تنزل منها. بعد شويه تبدا تصغر او يحس بتست الايه؟ طعم وحش في بقه. يبقى ده الحاجات اللي ممكن افكر على طول في كالسيفيكيشن. ايه راينا؟ كالسيفيكيشن ستون. طبعا لو لقينا الاستونه بالمنظر ده ولقيت وراها الضغط دايليتد بالمنظر ده، لا على طول ده دايجنوست. على طول انا شايف الاستون وده المنظر عندي. احيانا كثيره اوقات العيان يبقى عامل اكس راي ويبعتوا لنا العيان يقول لك بص عليه سونار. انت عليك اكثر دقه انك تطلع لي الاستونه موجوده فين وشكلها ايه والمنظر بتاعها. لما تلاقي ستون دور على الضغط. لما الاقي ستون دور على الضغط، اعمل الضغط ازاي؟ هتلاقي تيوب دايليتد بالمنظر ده. بس لو سمحت احط عليها كلر لاحسن يكون بلاد بس. تمام؟ ما انت شايف اي حاجه وايه قلقان من المنظر اللي عندك. استونه. استونه. الطبيعي مش هتعرف تشوف. لا الطبيعي مش هشوف ده. صعب جدا ان انا اشوفها، صعب جدا جدا انك ما تشوفش. ايه راينا؟ ايه راينا؟ جاز. جاز فين؟ سلايدر. طبعا انا هنا اهوت لو شايف ده السكن سبتينس تيشو، انا بحط البروب هنا. يبقى انا اول حاجه هتقابلني سكن سبتينس تيشو، ثم قابلني سليبر جلاند، ثم المصر بتاع الماوس الفلور اوف ذا ماوس، ثم الماوس اللي جواه سلايدر. تمام؟ طبعا اول غلطه بتقال لحد فكر ان دي ستون، اول غلطه ان ستون وراها اسود. تمام؟ اللي ورا هنا ده ابيض. نفس القصه بتاعت الديودينم. ما هتلاقي ستونز في الجول بلادر، اقف بس كده ثانيه وقول لي اللي وراها ده ايه؟ ابيض ولا اسود؟ لو وراها ابيض هتكلمني على البابلز الصغيره اللي موجوده في السلايفا او موجوده في الفلويد. تبدا تعمل لي فايبريشن ارتفاكت تديني المنظر ده. الستون اللي احنا حاطينها وراها اسود. طب عايز اعرف دي فعلا حاجه ولا لا؟ اقول لعيني يبلع ريقه. مش ابسط من كده، يبلع ريقه وما تتقلقش. ان السلايفا الموجوده اختفت. اوكي؟ يا مرة تانية الأناتوم بتاعي هنا اهوت، أنا واقف ستين سبتينيس تيشو، ثم الجلاند، ثم الكلور اوف ذا ماوس، ثم الفلويد اللي موجود جوه اللي هو سلايفا أو أي حاجة. يبقى دي الحاجات اللي ممكن ألاقيها في الجلاند بتاعتي. أي أسئلة حضرتكوا في السيريبري جلاند؟ أوكي. آخر حاجة هتكلم عليها النهاردة هي الليمف نودز. أسهل حاجة خالص إن أبص على الليمف نودز. الليمف نود طبعا ممكن تبقى بناين او مالجنت، انا عايز اعمل لها كاركترايزيشن عشان اعرف شكلها ايه. نفس الكرايتيريا اللي عايز اسمعها في التقرير بتاعي هي نفس الكرايتيريا اللي الجراح مستنيها مني. شكلها، السايز، السايت، النمبر، الاوتلاين بتوعها، الايكوجينيستي اخبارها ايه، شكلها الايكوجينيستي بتاعتها ايه، واذا كان ماتنج ولا لا. يعني ايه ماتنج الليمف نود؟ يعني ايه ماتنج ويعني ايه امالجميتد؟ عشان دي نفض الاشتباك ده. هو الماتج هو الامالجاميتد؟ وهي ايه امالجاميتد؟ عجينه. عجينه. ماتج ملزقين. بس قول لي نوت انا اقدر اعدهم اربعه من نوت. تمام؟ ملزقين. لازقين في بعض. امالجاميتد معجونين في بعض. ما الدنيا يعني اكثر سوءا ده حاجه وده حاجه. طيب بناين كرايتيريا بتاعت البناين عشان نفض الاشتباك هو دي بناين ولا مالجنت. عندي كرايتيريا اما الاقيها اقول ان دي بناين. طبعا اول كرايتيريا بالنسبه لي اللينس دبل الايه؟ الويتس. لينس دبل الويتس. يعني ما فيها سنتي تلاقيها النص في العرض بتاعها. طبعا مش يعني مش بال يعني لقينا مثلا 10 و6 ماشي مش عامل مشكله يعني مش مشكله. بس اللينس دبل الويتس ده يخليها بير شيب يخليها بين عامله زي كده ايه؟ فاصوليايه عامله زي الكدني انها متمر. لو بقى الويتس قد اللينس تبقى مدوره. يبقى مره ثانيه طبعا ده في الصوره ال اس مش في التي اس، التي اس هتبقى مدوره. وكل كلامنا على الصوره ال اس. يبقى اول حاجه عندي ان اللينس دبل الويتس. واهم واحده طبعا من الكريتيريا ان الاثنين الكورتكس والهايلاند بتاعها باينين. شايف كورتكس وشايف هايلاند. ما زالوا بريزيرفد. رقم ثلاثه الهايلاند بتاعها اخباره ايه؟ هل كامل ولا في حته متاكله مني؟ في حاجه جوه زقاه سبليد على حاجه. جواه حاجه كل ده الكريتيريا بتاعت الهايلاند. الهايلاند المفروض يكون هوموجينس تماما. اوكي؟ الاكسس بتاعها اي لينف نود قاعده على حاجه. مفيش لينف نود كده ساكنه في الايه؟ في البودي.
معظم 90% من الكلود قاعدين على بسل. يبقى حضرتك لما تلاقي ان الكلود ماشي كده او الجدول ماشي كده هم ملزقين وياك مش قاعدين عليه. تمام؟ وانت ان حضرتك لقيت ان الليمف نود واقفه على البسل الليمف نود دي مالجنت. ليه؟ لان الليمف نود كان اصلها كده. ثم كبر العرض بتاعها لغايه ما جاب الناحيه الثانيه. ما عنديش الليمف نود بتلف. سليم؟ يبقى حضرتك مره ثانيه لازم الاقي الاكسس برر الاكسس بتاعي. طب البار اورتد على الاي بي سي والاورتد. طب انجوينال مع الانجوينال لاين. طب سب مانديبلر مع المانديبلر. يبقى الحاجات اللي ما فيهاش بسل هي نايم على استراكشر. سليم؟ لكن في اي حال من الاحوال ما ينفعش الاقي انجوينال ليمف نود واقفه لي كده. يعني الاقي الانجوينال ليمف نود نايمين كده في الصاج. لما الاقي واحده منهم واقفه لي كده اللينس بتاعها كده دي مالجنت. تمام؟ يبقى مره ثانيه اللينس دبل ويتس بريزيرفت كورتكس اند هايلم، الهايلم شكله نورمال، الاكسس بتاعي اخباره ايه؟ ثم الفاسكولاريتي. الليمف نود بتاخد بسل من الهايلم بس. يخش البسل جوه ويتقسم، يبقى اسمه اربورايزيشن، يتقسم يعمل فروع. اما الاقي ان البسل اللي دخلوا جوه دول اتقطعوا في حته الجنان دي نصها فيها بسل والنص الثاني ما فيهوش. والحته اللي ما فيهاش دي اخبارها ايه؟ فاكيد في حاجه منعت البسل او قفلت البسل اللي جوه. اما الاقي ان الجنان بتاعتي بدل ما تاخد من الهايلم واخده من الهايلم واخده ثلاث اربع حتت من بره. يبقى بره ثانيه دي مع سسبيشس ليمف نود. اوكي؟ يبقى دي الكراتيريا بتاعتي ان انا ابص، ايه رايكم؟ تطبيقا للكراتيريا اللي احنا اتكلمنا عليها، ايه راينا؟ اللينس بريزيرف. طيب الهايلم في حاجه جواه، اولا ما خدش المنظر بتاعي مش ماليها جوه، ده مش منظر الهايلم بتاعي، ومنظر الهايلم ما ياكلش الايه الكورتكس بتاعت البرانيه دي. المنظر ده سوسبيشس جدا بالنسبه لي. دي مش بناين ليمف نود. او بمعنى اخر اللي بنسميها نون سبيسيفيك ليمف نود، دي مش نون سبيسيفيك ليمف نود. دي باثولوجيكال ليمف نود، دي مالجنت ليمف نود. فور فيرز ايفالويشن يا اما بيخش يشيلها ياخدها كلها يعمل لها بايوبسي يا اما احنا نخش ناخد لها فاين نيد. اوكي؟ على حسب الاكسسبيلتي بتاعتك. ايه راينا؟ اهم حاجه عندي بالنسبه لي ايه؟ لا فيها هايلم بس الاهم من كده انها بقت مدوره. مدوره في نيك بتكلم على الليمفوما غالبا. الليمفوما بتاعتي بتاع بس غالبا بتبقى الليمفوما. ايه راينا؟ في بريك داون جواها تمام؟ ابدا افكر في الكلينيكال بتاع العيان. هو العين ده جاي بريدنس وهوتنس وحاجه كده وانا مش قادر ولا جاي بحط جروب عادي ومفيش عنده مشكله بقى كبيره بقى لها سنه ومش عارف ايه كبيره بقى لها سنه ومفيش فيها وجع قوي بتكلم على مليجنت كبيره وتندر وهوتنس ومش قادر احط جروب وبيزقوا ايدي دي مع ايه حاجه اكيوت انفلاميشن فيها نكروزس مره ثانيه المنظر ده منظر غلط دي انفلتريتد ما بقاش تشوي عادي ما بقتش بقى تشوي حاجه جواها كده هايبو مش عارف ايه المنظر ده مره ثانيه هايو سيسوس خدوا بالكم مره ثانيه احنا بنتكلم على النك تمام؟ لكن طبعا ينطبق على اي حته في البودي بس في النك بالذات وجود كالسيفيكيشن يخليك ترجع لو سمحت تبص على السيرويد. لا يكون دي ليمف نود جايه لي من جلبي الكارسينوما في عيان. تمام؟ يا مره ثانيه انا شغال في النك لقيت المنظر ده في ليمف نود هرجع ابص السيرويد حتى لو كنت بعمل فحص سيرويد هري اساس السيرويد ثاني. لا يكون في نوديولا عدت مني. لان وجود النيول دي مع انها متسس من جلبي الكارسينوما. اوقات يبقى جاي عيان عامل توتال سيرودكتومي وجاي في الفولو اب الاقي حاجه زي كده يبقى في نيكرون عدت من الجراح وما زال فيها مشكله موجوده عند العيان. ايه رايكم؟ اليمين اخبارها ايه؟ الديفايند هايبو مفيش هايلم بس الاهم من كده انها واقفه. ده اللي دي واقفه كده ده الاكسس بتاعها كده. ما ينفعش. ده هتقول سسبشس هاي اللي سسبشس الناحيه الثانيه مدوره برضه سسبشس ومدوره وهاي وما فيهاش هايلم كل الكريتيريا بتاعت البنيه مش موجوده عندي اوكي يبقى الاثنين دول غلط كالسيفيكيشن وايتروجينيك غلط هاي ومدوره غلط تمام طبعا الليمفوما اللي هو مدوره وممكن الاقيها مالتيبل الاقي تشو جوه بس مدوره مره ثانيه مدوره مره ثانيه بقت ابنورمال انا ما يهمنيش حضرتك تقول لي ان دي ليمفوما بس حضرتك تقول لي ان ديت باثولوجيكال ليمف نود فور فيرز ايفالويشن ما تقوليش دي نون سبيسيفيك ما تقوليش اصلها يعني لايكلي لا مش لايكلي دي خلاص دي حاجه باثولوجيكال نوع الكريتيريا اللي جوه ايه سبب المشكله ايه ما يهمنيش بس يهمني ان حضرتك ما تعديهاش ان هي نون سبيسيفيك او ان هي بنايت او ان هي فيها ايه او انها عاديه ايه رايك؟ ملزقين
تمام ملزقين يعني مره ثانيه ما اقدرش افصلهم عن بعض. حتى وانت بتعمل اكزامينشن حضرتك لو حبيتوا تزقوها اوقات كده زق المفروض العب بيها شويه دول حلهم هيبقوا مع بعضهم بيروحوا وبييجوا تمام. اما اقول لحضرتك كلمه ماتنج تقول لي ايه؟ يساوي مكتوب كده في التقرير ماتنج للبلوجز بتكلم على ببلغك كلمه واحده هي مش مانجمنت تبي مات الليمفنود مع التبي الليمفنود لزقوا في بعض وانا عايز اعرف دي تبي ولا لا اعمل ايه؟ انا ما عنديش غير حاجه من اثنين يا اخش اشيلها جراحه يا اخش اخد له بالمي او اخد منها بلوكس اعمل ايه؟ طب ليه ما تاخد بالمي؟ بالمي طبعا سي دي حضرتك فتحت على الشارع هتبقى مصيص انا هحكي عليك طول عمري. ابتدي يخش يشيلها براحه. مات الليمفنود ما تقربش منها. مات الليمفنود حضرتك لو فتحت وطلع فعلا تي في حضرتك فتحت لي تراك طلع على الشارع رقم واحد. رقم اثنين حضرتك اللي هتخش تاخده من جوه ده كيزلس ماتيريال. اولا حاجه سكه مش عارف تطلعها عشان تاخد فاين ميد ابره رفيعه. نمره اثنين الباثولوجي بتاعها مش هيطلع. فالعيان هيجي لك تاني تعمل له مره ثانيه وتعمل له مره ثالثه والثلاث مرات هتحط له بدل ساينس وقت الاكس. وفي الاخر هننتهي انه هيخش يشيلها. يبقى مات الليمفنود ما تقربش منها. لما الليمفنود كبيره شكلها ليمفوما مش عارف ايه خش خد منها ما هيش مشكله. مره ثانيه مالتيبل ليمفنودز لو دول ملزقين في بعض وانت بتعمل اكزامينشن بتكلمني على مات الليمفنود بتكلمني على تي بي على طول. ماتت؟ لا هرجع لك تاني للصوره. الى حد ما ما زال فيها لينفويتس ما زالت ليمفنود. يعني يمكن دي الوحيده اللي شكلها يعني يقل شويه. لما الليمف نود بتاعت الليمفوما مدوره. بص تلاقي دواير. ما بقاش واخد شكل الليمفود خالص، ده دواير 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 في النك كلها. ابر ونور سيرفايكل وكل حاجه. تمام؟ يعني لو بصيت على دي ممكن اقول لك دي شكلها سسبيشس شويه. ليه؟ لان معظمهم مدور. تمام؟ الليمفوما مدورين. ممكن تاخد لور سيرفايكل ابر ولور بايلاترال على حسب يعني عن شكله ايه. الكلر من الحاجات المهمه زي ما اتفقنا من اهم الحاجات الموجوده. احط الكلر بتاعي اشوف ايه؟ مره ثانيه فيسل ماشي جوه الجلاند. جوه الليمف نودا بتاعتي. مره ثانيه بستخدم باور ما بستخدمش كلر. الباور مور سنسيف. الاقي فيسل داخل من الهيلم اللي لسه بريزيرفد وراح مقسم نفسه جوه. ده معناها ان الجلاند كلها تشو كويس، الفيسل ماشيه مرتاحه، ما عنديش فيها مشكله. ايه راينا؟ هو فين الهايلم؟ مفيش، بس اللينز ويتس يعني الى حد ما موجود بس الهايلم راح. البيسل داخله منين؟ من الشارع. داخل من الشارع بقى سسبشن. يبقى البيسل داخله من الشارع مع هايلم رايح مع مش عارف ايه. البيسل الكريتيريا بتاعتي تجوب اي حاجه ثانيه. الحاجه لقيت البنود كويسه والهايلم كويس بس مش عارف ايه بس واخده بيسل من الشارع. ده اب نورمال ما تعديهاش. اول ما تلاقي انها واخده بيسل من الشارع على طول فكر انها دي سسبشن ليمف نود. ايه رايك ايه؟ واخده بس من ناحيه واحده. هي مش موجوده بس اهم من كده. البس الاخبار هي البس دي مرتاحه وهي ماشيه. مالها البس دي؟ سجليد على ايه؟ حاجه جوه حلو جوه. يبقى ليمف نود دي غلط. دي مش الليمفنود اللي انا سبيسيفيك بتاعت ابسس كان بيعمل سنانه ومش عارف عامل ايه. الليمفنود الثانيه بتكبر واخده الهيلم زي ما هي. بتفتح عليها بسل الاقي البسل ماليها. انما الليمفنود دي جواها حاجه. الحاجه اللي قاعده دي راح زقها البسل وهي بتكبر. فعملت له سبلين زي ما حضرتك كده قلت بالظبط. ده سسبيسيفيك ليمفنود. ما تعديش. تمام؟ يبقى مفيش حاجه تخليني اعمل هذا المنظر. هقول لك مره ثانيه في اي تشو حكمني ليفر، كلمني سبرين، كلمني كدني، لقيت هذا المنظر هيتكلمني على ان في حاجه جوه الليجن ده. ان في حاجه زقه البسل دي. الكريتيريا بتاعتي ان حاجه مبوظه لي الدنيا ان الاقيه امبيوتيتد البسل راح داخل واختفى هنا وقف. ما بقاش موجود. او ان هو داخل حاجه زقاه. دي الكريتيريا بتاعتي ان في تشو موجود في المنطقه دي ان هنا في حاجه غلط موجوده عندي. ايه رايك؟ ليمف نود. ايه رأينا؟ في هايلر ولا مفيش؟ بس خدوا بالكم الليمفنود اخرها فين؟ اخرها هنا. مش
الليمف نود ده اللينس بتاعي وده الهايلم بتاعي والبسل داخله من الهايلم ومتقسمه جوه معلش في اي مشكله. دي الجوانا الليمف نود ما فيهاش اي حاجه خالص. ممكن تشتغل في اي فحص مثلا تعمل دوبلر ولا بتاع تلاقي عين عنده الليمف نود بهذا المنظر ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لي. على حسب حضرتك ماسكه البروب ازاي. لكن مش لازم يبقى يعني سنتر قوي لكن ما زال موجود وواخد نفس المنظر مش متاكل من ناحيه ما فيهوش حاجه زي الصوره الاولانيه شفناها ان تشو قاعد جوه مكانه ما كل ده عادي. فرق ليه؟ زي اول صوره خالص اللي كان فيها تشو قبل الاكل جوه الجلاند او الاقي ان الهايلاند بتاعها واخد نص الجلاند والنص التاني مش موجود. مع الانفلاميشن ممكن تلاقي الاوتلاين مش يعني بقى الليبريت شويه بس ده برده مش كرايتيريا بتاعت حاجه. اوكي؟ ايه راينا؟ كويس؟ نون سبيسيفيك مش كويس خلينا نون سبيسيفيك هي الصح. فيسلز داخله متقسمه ما عنديش فيها اي مشكله خالص. الليمفنود ده بقى اللي بقى الاهم اللي حضرتك بتساليني هو الهايلم هنا فين؟ الهايلم ده ماشي هو حلو قوي. الهايلم هنا فين؟ تمام؟ كما ولو كان متاكل. ابدا ابص عليها بالبسل بتاعتي ابص اشوف الاخبار بتاعتي ايه. تمام؟ هل هي كامله ولا برضو ما زال الحته دي مضايقاني؟ لو ما زال الحته دي مضايقاني اصبح سسبيشس. الليمف نود هنا الكلر بتاعي في النص التحتاني ماشي حلو قوي قوي، البسل هنا داخل هنا اهو مقسم مدي النص التحتاني من الجلاند، الحته دي في حاجه مش مظبوطه عندي. تمام؟ ده اللي هو الهايلم بتاعي مش كامل او بيزد او ديسبليزد او اي زي ما نسميها نسميها مفيش مشاكل. بس مرة تانية الليمفنود دي أقلق منها. الليمفنود صغنونة خالص، البسل شغالة، الليمفنود دي لو قسناها هنلاقيها أقل من سنتي. السب سنتيمتريك الليمفنود اللي هي أقل من سنتي ما تفرقش معاك أي حاجة. ليس لها أي قيمة ولا تدور عليها لأنها ما بتتكلمش على الليمفنود إلا لما تجيب السنتي. يعني بتكلم الليمفنود دي هي فيها حاجة ما فيهاش حاجة لما أكون بتكلم على حاجة مقاسها سنتي. أقل من سنتي مالهاش أي قيمة. لو لقيتها واحده بعديها لكن لقيت عيان عنده 5 سنتيمتر جلوكونوم هكتبهم في الكول اب. تمام؟ لكن الاقي واحده اه ممكن في اي اكزام ممكن اطلع لك واحده في اي حاجه. لكن كتير هو ده اللي بيقل. اللينس دايما اي مقاس بيتكلم على على الليمف نود بتكلم على اللينس ما بتكلمش على يعني اكتر من سنتي في اللينس. اوكي؟ ايه راينا؟ كبيره قوي قوي بس ماشيه اي كلام مفيش هايلر مفيش اي حاجه مفيش اصلا الكلون انا شايفها بتكلم على مالينجمنت على طول. ايه راينا؟ ايه دول؟ ايه ده؟ ده بيسل جاي من الشارع. تمام؟ بيسل جاي من الشارع وبيسل جاي من الشارع ابدا على طول الكلون في حاجه غلط. تمام؟ ايه راينا؟ بيسل جاي من الشارع كتير غلط مع ان يمكن في هايلر باين واللينكس والويتس مش عارف ايه بس مره ثانيه دي سسبيسس على طول. تمام؟ ما ينفعش اعديها، ما ينفعش احكي عليها نون سبيسيفيك ليمف نود. هي لما بتكتبها في الطريق بتاعك نون سبيسيفيك ليمف نود بقول للراجل ان هي مرتاح ما عندهاش اي مشكله. لو حضرتك شايف ان في مشكله فولو اب على الاقل انك تتابعها، ده اضعف الايمان. لكن انا مضطر ان اخد منها بايوبسي ان اكمل اعمل سيرفي اشوف اذا كان في حاجه ثانيه موجوده زيها ولا لا، لكن ما عديهاش. ايه رايكم؟ نورمال؟ ايه رايكم؟ بس حلو مقسم ما عنديش اي مشكله خالص لكن عندي مشكله في 1 2 3 4 5 6 7 دول في دول جايين من بره ليه؟ ليه البنود تاخد من بره؟ محتاجه بس لا ده البس اللي جوه خرطوم. تمام؟ يبقى اللي ديت على طول تقلب عندي مره ثانيه اتفقنا ان الكلر يجوب اي حاجه ثانيه. لو انا عندي مره ثانيه كريتيريا اي حاجه فيها كلر يكلمني على بتاع سرير جلاند. الجلاند حلوه وحواليها هيلو ساين وما فيهاش كلاسيفيكيشن ومش عارف ايه، بس فتحت كلر لقيتها مليانه كلر. دي على طول الكلر يكلمني على طول الكت على سسبشن. ما عديهاش. الكلر يجب الباقي كله. لقيت ليجن حلو جدا جدا ومش عارف ايه بس البسل جواه ما ينفعش. تمام؟ يبقى الليمف نود دي على طول بقلبها انها سسبشن بالرغم ان انا لو شايل الكلر وراجعها لي هقول بنايت. تمام؟ لكن بمجرد ما لقيت ان الكلر بتاعها بهذا المنظر على طول قلبت نفسي ناحيه انها سسبيشس ليمف نود فور فيرز ايفاليشن. يعني مره ثانيه الليمف نود بتاعتي عندي كراكتيريا بتاعتي اللينس والويتس الهايلاند والكورتكس الهايلاند نفسه اعمل له اسسمنت ابص على الاكسس بتاعها وابص على الفاسكولاريتي والمع ده كله مع بعض وابدا اقول اذا كان عندي مشكله ولا ما عنديش.
ما دي الحاجات اللي ببص عليها في الليمف نودز.